مرة ثانية أهلا وسهلا بحضراتكم. طيب امبارح كان راحة سلبية زي ما حضراتكم تابعتونا وعرفتوا طبعا مستر موسيماني ادى الفريق راحة. النهاردة عودة للتدريبات مرة ثانية، بكرة تمرينة خفيفة وبعد كده نبدأ الرحلة، نركب أول طيارة في الموسم ده إن شاء الله عشان تتوجه البعثة للنيجر على طيارة خاصة طبعا عشان مواجهة بطل النيجر في دوري الأبطال. مباراة تقام يوم السبت. المنتظر نجوم الاهلي الجداد وصفقات الاهلي الجديده تظهر، للاسف انه طبعا اسماء ما تسجلتش في القائمه الاولى فمش هيظهروا في مباراه الانطلاقه المشوار في النيجر. وخلينا نتكلم اكتر على استعدادات الفريق وعلى تمرينه النهارده مع زميلنا محمد توفيق الموجود دلوقتي في النادي الاهلي. محمد مساء الخير. مساء الخير الزميل العزيز احمد سمير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي السلاسه في كل مكان. اهلا بيك يا محمد. بعد راحه سلبيه امبارح الفرقه النهارده بدات او دخلت في مرحله الاستعدادات الاخيره لمواجهه بطل النيجر. تكلمنا عن التمرين النهارده، تعرفنا الموقف بالنسبه للدوليين سواء المصريين اللي كانوا مشاركين مع منتخب مصر طبعا في ماتش ليبيا او الدوليين الاجانب زي معلول، ميكسوني، بدر بنون. يعني تكلمنا على الموقف الخاص بكل المحترفين اللي في النادي الاهلي. بالفعل الزميل العزيز احمد زي ما بدات كلامك ان امبارح كان في راحه سلبيه من التدريبات، اليوم على طول الفريق بيستأنف تدريباته وزي ما بنقول لضربه البدايه في البطوله الافريقيه، وان شاء الله يعني الطيران للنيجر غدا ل يعني اول خطوات الظفر بان شاء الله النجمه ال11 في تاريخ النادي الاهلي. يمكن بدايه الاستعداد النهارده بدات بالمسحه الطبيه اللي خضع عليها جميع افراد البعثه ان شاء الله المسافره غدا للنيجر. يمكن بعد ما اجراء المسحه الفريق عمل التدريب الاول في الجيم الكامل للفريق. في نفس يعني الوقت دوت كان علي معلول وعمرو السوليه اللاعبين الدوليين خاصه ان هم لعبوا المباراتين بشكل كامل سواء علي معلول مع منتخب تونس او عمرو السوليه مع منتخب مصر، ففضل الجهاز الفني راحتهم من تدريبات النهارده، ادوا بس بعض التمرينات الخفيفه في الجيم وكمان اكتفوا بالجري حوالين الملعب. كمان في نفس التوقيت حراس المرمى يمكن خدوا تدريب قوي الثلاث حراس المسافرين ان شاء الله، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، خدوا تدريب قوي جدا النهارده يمكن سبقوا الفريق باكثر من ساعه في ارض استاد التتش هنا مع مدرب الحراس ميشيل يانكو. بقيه الفريق بعد الانتهاء من تدريبات الجيم يمكن تم المران اللي استمر لاكثر من ساعه وربع هنا على ملعب التتش. يمكن المران كله زميلي احمد كان يعتمد على التدريبات بالكره والتدريبات الفنيه، بعض الجمل في البدايه في نصف ملعب كده مستر موسيماني كان بيركز عليها على كيفيه بناء الهجمه بشكل معين، طبعا مش هنقدر نتكلم في الامور الفنيه ونقول الشكل كان بيتبعه في التدريبات، ولكن كان في تركيز زي ما انت قلت في البدايه ان معظم العناصر الجديده والصفقات الجديده مش هتبقى موجوده، كان في تركيز على اللاعبين اللي في القائمه، وكمان يعني اللي هيبقى ان شاء الله نعتبر مفاجاه المباراه باذن الله هم اللاعبين الناشئين المقيدين افريقيا احمد سيد غريب، احمد نبيل كوكا، لان طبعا هيتم الاعتماد عليهم في المباراه القادمه نظرا لعدم تمكن الاهلي، نظرا طبعا للتخبط اللي شفناه في فترات القيد وعدم تمكن النادي الاهلي من القيد لاعبين الجداد. كمان في لعيبه كتير جدا مقيدين احمد ومش موجودين في القائمه طبعا لان هم رحلوا في فتره الصيف عن النادي الاهلي. يمكن اختتم التدريب بعمل تقسيمه بطول الملعب بشكل كامل شارك فيها جميع اللاعبين، بطمنك ان كل اللاعبين الدوليين سواء اللاعبين المصريين كانوا مع منتخب مصر في رحلته لليبيا او كمان في المنتخبات الافريقيه يعني المختلفه، بسم الله ما شاء الله لاعبينا كلهم لاعبين يعني المحترفين في صفوف النادي الاهلي كلهم اساسيين في منتخبات بلادهم، طبعا كلهم رجعوا باستثناء بدر بنون اللي ان شاء الله هيرجع على الطياره القادمه من المغرب الشقيقه في تمام الثامنه مساء وان شاء الله هيكون موجود في تدريب الفريق غدا. يمكن خليني بقى كمان اقول لك برنامج الفريق بكره ان شاء الله الفريق هيتجمع هنا داخل النادي الاهلي في العاشرة صباحا، هيكون في التدريب الاخير هيكون في ال11 صباحا، بعد كده الفريق هيتناول وجبه الغداء هنا داخل فرع النادي الاهلي بالجزيره وهيتوجه للمطار في تمام ال1:30 ظهرا عشان يستقل الطياره ان شاء الله اللي هتغادر مطار القلعه على متن طياره خاصه لدوله النيجر في تمام ال4 عصرا. الطياره هتاخد 5 ساعات في الجو وهتوصل دوله النيجر في ال9 مساء بتوقيت القاهره، ال8 مساء بتوقيت النيجر. كان كابتن محمود الخطيب كمان كان حريص انه يكون موجود النهارده في التدريب ويؤازر الفريق في اخر مران قبل السفر قبل يعني نهاء الاستعداد صباح الغد. يمكن جمعوا اجتماع بكابتن صاحب حفيظ اللي هيبقى القائم باعمال رئيس البعثه في النيجر، كمان جمعوا بعض الحديث مع دكتور احمد ابو عبله للاطمئنان على الفريق بشكل عام، ومحمد الشناوي كان موجود النهارده هنا داخل استاد التتش ويمكن تم حقنه بالبلازما لسرعه التئام التمزق اللي في العضله الخلفيه، وزي ما اعلن الجهاز الطبي ان هو هياخد 5 اسابيع. كما كابتن محمود الخطيب كان حريص على انه يقعد مع كابتن صاحب حفيظ وكابتن سمير عادل المدير الاداري لانهاء بعض الترتيبات الاداريه ان شاء الله اللي هتحتاجها البعثه في دوله النيجر، ده طبعا بالتنسيق
التنسيق مع سفارتنا اللي قايمه بدور كبير جدا في دوله النيجر. الحمد لله الاجواء اكثر من رائعه، الفريق بشكل عام حالته مطمئنه جدا، كل اللاعبين بحاله بدنيه وفنيه كويسه باستثناء محمد الشناوي اللي طبعا هيغيب الاصابه والفريق هيفتقده لاكثر من شهر. ان شاء الله تكون بدايه موفقه وتكون ضربه بدايه قويه ان شاء الله، ويكون النسر الاهلي جاهز ان شاء الله للتحليق غدا نحو النجمه العاشره نحو النجمه ال11 في تاريخ النادي الاهلي، والجيل ده من اللاعبين يكتب تاريخ جديد بالحصول على بطوله افريقيا لثلاث مرات متتاليه باذن الله. الكلمه ليك زميل احمد. ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق. دي اخبار ساعات الاهلي طبعا لبدايه المشوار، وان شاء الله باذن الله يكون مشوار ناجح.